وأشدد السيسي خلال كلمته على ضرورة تماسك جميع أطياف الشعب المصري حفاظا على الدولة المصرية، لافتا إلى أن التحدي الذي يواجهه المصريون هو تحد داخلي وليس خارجي. دايما بأكرر إن التحدي اللي موجود قدام مصر هو تماسك الدولة المصرية. إحنا التحدي مش خارجي، التحدي مش خارجي، التحدي داخلي. ازاي تاكلوا بعضكم؟ ازاي تموتوا بعضكم؟ ازاي تكسروا بعضكم؟ اصحوا وانتبهوا، هو ده الدرس الجديد بقى، ده الدرس الجديد بقى اللي احنا محتاجين نفضل كلنا حكومة، مواطنين، شعب، مفكرين، مثقفين، إعلاميين. إذا كنتوا خايفين على بلدكم بجد، شكرا جزيلا.